الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمثلة على الوقف الاختباري والاضطراري، وبعيد اختباري واضطراري، ما لا يوقف عليه عادة. أنا مثلا بقول لك تعالي عندك امتحان، وقفي لي على الكلمة هاي، هذا هو الاختباري. اضطراري زي ما حكينا، نفسك انقطع غصب عنك، شرقتي لا قدر الله، أي إشي صار فيكي اضطريتي انك توقفي، فتوقفي الوقف الصحيح. فاليوم ما حذفت منه الواو، احنا قلنا ونعيد ونزيد على حسب رسم ايش؟ المصحف. المهم شوفي ايش مرسوم في المصحف ووقفي عليه بساكن. طيب مثال: ويدعو الانسان. ويدعو، في ناس بسبب انه فيه اساسا فيها واو بيقرأ غلط وبيروح إيش يشبع الضمة ويجيبها الواو. لا، هي مدام زي بعض الناس بتروح تجيب للواوات والألفات المحذوفة، لا خطأ. ويدعو الإنسان. طيب بدي أوقف على كلمة ويدعو. ويدع على عين ساكنة. طيب ويمحو الله، هي اساسا لو اقول لك اكتبيها على السبورة حتكتبي لي اياها بواو. ويمحو، لا هي مش مكتوبه بالواو، مكتوب بس حاء ضمه، اذا حوقف عليها ايش؟ ويمح. ويمح. طيب كلمه يوم يدعو الداع، هي اصلا يوم يدعو الداعي، ما فيش في يا، ما فيش يا، فلا احنا يوم يدعو على الضم اليوم على الواو. فيدعو اصلا فيها واو، اصلا احنا يا العرب لما نيجي نكتبها املاء حتطلع واو، لكن في القرآن مكتوبة من غير واو. اذا لو اقول لك وقف عليها ايش حتقولي؟ يوم يدع. يوم يدع على ساكن، سكن العين، مش تروح تجيبي لي واو. طيب مو على رسم المصحف، على رسم المصحف، هذا رسم المصحف مرسوم عين ضم بس، مش مكتوب واو. بما انها مش مكتوب الواو اذا مش حلفظها ولا حوقف عليها، مش مكتوبة. اخترع؟ ما اخترعش. هذه ما حذفت منه ايش؟ الواو. اذا فيها واو حتوقف على واو، ما احنا قلنا ببساطة على حسب ما رسمت في المصحف. طيب ما حذفت منه الواو برضو؟ سندعو الزبانية. سندعو الزبانية. سندعو، ما فيش اصلا واو، مكتوب بالعين فقط. سندعو، ما قلنا سندعو الزبانية، فهي ايش؟ سندع. سندع، حوقف على عين وتوسط العين ساكنة. سندع. طيب وصالح المؤمنين، حوقف عليها كيف؟ وصالح، هي وصالحو فيها واو اساسا بس محذوفه، فانا ايش اقول؟ وصالح، اوقف عليها بهالشكل. اعيد، اذا انتبهي لرسم المصحف. موصول، اقرأي موصول. مفرق، اقرأي مفرق، وممكن مدام مفرق ممكن توقفي على كل حرف في نهاية كلمة على ساكن. حرف محذوف ما بجيبوش، ما بحطه، مش على كافي، هو أصلا محذوف، فليش أنا أوقف عليه؟ حوقف على الحرف اللي أنا شايفاه بعيني. مكتوب عين، حوقف على عين. مكتوب حاء، حوقف على حاء. اما اني ادور على الحرف اللي حذف فيه اللي هو الواو وادور عليه عشان اوقف عليه، لا. طيب ما حذف من الياء؟ ما حذف منه الياء؟ وما انت بهادي العمي. بهادي، دي جاب لك بس كسره، مش مكتوبه الياء، واصلا هي لو اقول لك اكتبيها قلنا على السبوره حتكتبيها كيف؟ بهادي، حتجيبي لي يا، بس هي مكتوبة بس بدال، إذا بدي أوقف عليها بإيش؟ بهاد.
بهاد يوقف عليها بساكن على الدال. يريدني الرحمن هي أصلا يريدني ولكن محذوف الياء، محذوف الياء، حوقف عليها إيش؟ يريدن. طيب من هو صالي الجحيم؟ بس أخلص المعلومة. من هو صالي الجحيم؟ هي أصلا صالي ولكن حذفت الياء، أوقف على لام ولا أوقف على ياء؟ على لام. إيش مرسوم عندي في المصحف؟ لام. إذن حوقف على من هو صال، من هو صال، واضح؟ لحظة شوية بس أخلص الأمثلة وبعدين حندخل. عندك سؤال إيش؟ بهادي العمي، بهادي العمي وقفت على عمي. لا أنا بحكي على المحذوف منه العمي، هتجيبي ياء لأنها مكتوب الياء. إذا مكتوب الياء قدامك أوقف على ياء، مش مكتوب الياء محذوفة لا توقفي على ياء. من وين تجيبي لها ياء عندك؟ وضحت؟ هي هنا مكتوب كسرة، بهادي دي كسرة بس محذوف الياء، فأنا بوقف على دال. العمي فيا بوقف عليها. اتبعي رسم المصحف بترتاحي. طيب برضو ما حذفت منه الياء أمثلة. فما تغني النذر هي أصلها ولكن محذوف الياء، تغني النذر، حوقف عليها كيف؟ فما تغني تمام. طيب وله الجوار المنشآت. الجواري هي أصلا ري فيها ياء أصلا ولكن حذفت الياء، أوقف على ياء ولا على را؟ أوقف على را. زي إيش؟ وله الجوار را بس هيك مكتوب. الجواري الكنس، ري الكنس هي أصلا فيها ياء وحذفت الياء. الجواري الكنس. إيش عجيب؟ الجوار. وضحت هاي؟ الراء مكسورة أصلا فلما أوقف عليها حسكنها، حتسكن. إيش أسوي فيها إذن؟ أيوة، ما حذفت منه الياء برضو. وسوف يؤتي الله، يؤتي الله تا مكسورة حذفت منها الياء، حوقف عليها إيش؟ وسوف يؤت. واخشوني اليوم نون مكسورة ما فيش فيها ياء، أصلا فيها ياء ولكن حذفت الياء، مكتوب نون، حتوقفي عليها واخشوني ولا حتقولي واخشون؟ على نون، ممتاز. طيب ننجي المؤمنين جي مكسورة بس هي أساسا فيها إيش؟ جي محذوفة. طيب إيش أسوي؟ ننجي. وانتي اساسا بتعمليها لانك عارفه انه العرب لا تقف الا على ساكن، بتعمليها من غير ما اعطيك اياها درس، ولكن عشان برضو تفهموا الموضوع باريحيتكم. طيب برضو لسه امثله عشان اكتر شيء اللي هو ما حذفت منه الياء. بالوادي المقدس. الوادي لو تكتبيها حتكتبي ايش؟ حتجيبيها، صح ولا لا؟ هي هنا مكتوبة في القرآن بالوادي بكسرة بس محذوف الياء، اوقف على الوادي كيف؟ ايوة بالواد وقلقل الدال لانها ايش؟ سكنت. على وادي النمل برضو، وادي النمل حوقف على واد ايش؟ واد. شاطئ الوادي الأيمن، يوقف عليها إيش؟
شاطئ الواد. فهمت؟ خلاص ممتاز. برضو نيجي أمثلة تاني، كل ما زادت الأمثلة كل ما صار عندك واضح. يوم ينادي المنادي، يوم ينادي المنادي، دي المنادي، ما قلتش يوم ينادي، ينادي المنادي. ليش؟ لأنه أساسا محذوف الياء. إذا أوقف على دال ولا أوقف على ياء؟ يوم يناد. ممتاز. لهادي الذين آمنوا، لهادي الذين، لهاد، مدامها مش مكتوب الياء مش حلفظها. أوقف على أي حرف؟ أوقف على مين؟ الحرف المكتوب قدامي في القرآن، مكتوب مكتوب بالياء حوقف بياء، مكتوب محذوف الياء حوقف ايش؟ بحذف الياء. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.